بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. كما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على قبري الزعيمين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2024، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلاح! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عددا من قدامى قادة حرب أكتوبر. وعددا من قادة القوات المسلحة. وعددا من كبار رجال الدولة. ثم توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.